ما معنى أن يمضي عام هجري وأن يأتي عام آخر؟ ما معنى أن تمضي الثواني والدقائق وأن تمضي الساعات والأيام وأن تمضي الأسابيع والشهور وأن تمضي الفصول والسنوات وأن تمضي العقود والحقب؟ ما معنى مضي الزمن؟ إنه موضوع هذه الخطبة. أيها الإخوة الكرام، مضي الزمن هل يوجد في التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان؟ مفهوم الزمن هل يوجد في الكتاب والسنة؟ ما علاقة الإنسان بالزمن؟ هل تتسع هذه العلاقة وتقوى حتى تبلغ درجة التطابق؟ وهل الإنسان في حقيقته زمن؟ أيها الإخوة الكرام، إن أخطر تعريف للإنسان هو أنه بضعة أيام، هو أنه زمن. كلما انقضى وقت من الزمن انقضى بعضه. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بضعة أيام يعيشها في دنيا محدودة يعمل فيها الصالحات ليكون عمله سببا لجنة عرضها الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، خلق الإنسان للجنة وجاء إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا يعد سببا لدخول الجنة. لذلك الإنسان حينما يغفل عن المهمة الأساسية التي جاء من أجلها ويأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. حقيقة الحياة الدنيا أنها معدودة وأن الإنسان يعيش فيها بضعة أيام، وأن هذه الأيام هي وعاء عمله، وأن العمل سبب لدخول الجنة، وأن الإنسان في الأصل خلق لجنة ربه. أيها الإخوة الكرام، إن ألصق آية في القرآن الكريم بالزمن هي سورة العصر، وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والخسارة التي وردت في الآية الكريمة هي خسارة محققة لكل إنسان، لأن مضي الزمن وحده يستهلك عمر الإنسان. والإنسان العاقل لا الذي يعد عمره عدا تصاعديا يقول أنا بلغت 50، بلغت 60، بلغت 70. العاقل هو الذي يعد عمره عدا تنازليا يقول كم بقي لي من حياتي، وهل بقي بقدر ما مضى، وهذا الذي مضى كيف مضى، إنه كلمح البصر، إنه كساعة من نهار. أيها الإخوة الكرام، من سنن الله عز وجل أنه إذا أقسم بشيء من خلقه فإنما يقسم ليلفت نظر عباده إلى خطورة هذا الشيء وإلى عظيم أثره في حياتهم. الزمن أيها الإخوة من خلق الله، خلق من خلق الله، لذلك لا يمكن أن يقال متى كان الله، لأن الله هو خالق الزمان. ولا يمكن أن يقال أين الله، لأن الله خالق المكان. فالزمان والمكان من خلق الله، فالزمان خلق من خلق الله، وقد أقسم الله به كما أقسم بالشمس، قال والشمس وضحاها والليل والفجر وليال عشر. أيها الإخوة الكرام، حينما يقسم رب الأكوان بشيء من خلقه فليلفت نظر عباده إلى خطورة هذا الشيء وأثره الخطير في حياتهم. قال بعض العلماء إن العصر هو الزمن، بل إنه مطلق الزمن،
وحينما أقسم الله بالعصر أقسم بالزمن لمن؟ لهذا المخلوق الذي هو في أدق تعاريفه زمن يمضي وزمن ينقضي. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. يا أيها الإخوة الكرام دققوا في شطر هذا البيت، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. الزمن أقسام ثلاثة، زمن مضى لا جدوى من الحديث عنه لأنه لن يعود، وزمن سيأتي وقد لا يأتي هو غيب، لكن الشيء الذي تملكه من الزمن هي اللحظة الراهنة. في هذه اللحظة يمكن أن تتوب. إذا قلت سأتوب قد لا تصل إلى الغد. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة الكرام في منطق التجار قد يكون للتاجر رأس مال كبير وقد تقل أرباحه فيقول خسرنا في هذا العام كذا وكذا، وهو يقصد أن أرباحه انخفضت عن المستوى الذي يطمح إليه، لكن خسارة التاجر الحقيقية المؤكدة التي لا مبالغة فيها أن يخسر كل رأس ماله وأن لا يملك درهما واحدا. لذلك أكبر خسارة يخسرها الإنسان أن يخسر عمره، أن يخسر العمر الذي هو ظرف العمل الصالح، أن يخسر العمر الذي به يصل إلى الجنة، الذي به ينجو من النار، الذي به يتعرف إلى الله، الذي به يتعرف إلى منهج الله، الذي به يتوب. لذلك دققوا في قول الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. الخسارة الحقيقية أن تخسر الوقت، لأنه في الوقت وحده تصل إلى الله، فإن خسرت الوقت وجاء ملك الموت وانتهى اختيارك وختم عملك وانتهى كل شيء خسرت رأس مالك كله، لأن عمر الإنسان رأس ماله وظرف عمله. أيها الإخوة الكرام الزمن كما يقول بعض العلماء هو البعد الرابع، للشيء بعدان سطحيان طول وعرض، وبعد حجمي عمق وارتفاع، وبعد حركي هو الزمن. فالإنسان شيء له طول وعرض وارتفاع وله وزن، لكنه يتحرك، يتحرك بالبعد الرابع. هذه الحركة لن تكون إلى أبد الآبدين، لا بد من وقت أتى أو لم يأتي أو سوف يأتي على وجه اليقين تتوقف فيه الحركة. يلتقي مع الله عز وجل، تسحب روحه من جسده، يصبح جثة هامدة، الحركة انتهت، معنى ذلك أن الزمن قد انقضى، البعد الرابع قد توقف، أصبح الإنسان رهين عمله. أيها الإخوة الكرام مرة ثانية، الأولى والأجدى أن يعد الإنسان عمره عدا تنازليا، لا أن يعده عدا تصاعديا، أن يسأل نفسه دائما كم بقي لي من عمري، وأن يسأل نفسه السؤال الآخر هل بقي بقدر ما مضى، والسؤال الثالث هذا الذي مضى كيف مضى، مضى كلمح البصر، كساعة من نهار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري،
بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. إنسان ملء السمع والبصر في ثانية واحدة يصبح خبرا على الجدران. أيها الإخوة الكرام، معنى الزمن جزء من عقيدة المسلم، معنى الزمن جزء من عقيدته، خطير خطير تتعلق به سعادة الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في إحدى خطبه: أيها الناس، لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع. أيها الناس، إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع، وقد رأيتم الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. دققوا في وصف النبي لليل والنهار: يبليان كل جديد، لكل جديد بهجة. البيت الجديد له بهجة، والمركبة الجديدة لها بهجة، وفي أول الزواج له بهجة. الليل والنهار يبليان كل جديد، ويأتيان بكل موعود، ويقربان كل بعيد. تقول: متى يأتي الشتاء؟ يأتي الشتاء. متى يأتي الصيف؟ يأتي الصيف. متى أنال الإجازة الجامعية؟ تمضي السنوات الأربع كلمح البصر وتكون في الصف الرابع. متى أتزوج؟ تتزوج. متى أنجب؟ تنجب. متى أزوج بناتي؟ تزوج بناتك. الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. فقال المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، ما الهدنة؟ نحن في زمن هدنة، المسلم يأكل والكافر يأكل، المسلم يشرب والكافر يشرب، المسلم يسكن في بيت والكافر يسكن في بيت، الأوراق مختلطة الآن، لا يعرف الإنسان إلا بعمله. أما كإنسان يعيش المسلم كالكافر، يأكلان ويشربان ويتزوجان وينجبان ويعملان ويكسبان المال. لكن متى يفرز الناس وامتازوا اليوم أيها المجرمون؟ متى يفرز الناس إلى فريقين: مؤمن وكافر، محسن ومسيء، مستقيم ومنحرف، ظالم ومنصف، رحيم وقاس؟ يوم القيامة. إنكم في زمن هدنة، وإن السير بكم لسريع. فقال المقداد: يا رسول الله، ما الهدنة؟ دققوا في قول النبي وفي تعريف النبي. قال: دار بلاء وانقطاع. بلاء دار امتحان. قد يفهم العامة من كلمة بلاء أي مصيبة، لا، البلاء في اللغة الامتحان، والفتنة الامتحان. دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دار بلاء، أنت في الدنيا ممتحن. لذلك كل حظوظ الدنيا حيادية، كل حظوظ الدنيا صغيرها وكبيرها حيادي، يمكن أن يوظف في الحق أو أن يوظف في الباطل. سمعك وبصرك، عقلك ونطقك، مالك وزوجتك، أولادك، علمك، طلاقة لسانك، شأنك، قوتك، كل حظ من حظوظ الدنيا يمكن أن يوظف في الدنيا في الخير أو في الشر. دار بلاء. أما التعريف الثاني يقسم الظهر: وانقطاع. انقطاع حاد، أي أن الذي حصلته في الدنيا كلها ساعة بساعة ويوما بيوم وشهرا بشهر، إلى أن أصبحت في هذا الحجم، في الحجم المالي أو الاجتماعي أو العلمي أو هذا الحجم، تفقده في ثانية واحدة حينما يتوقف القلب. هذه خطبة حاسمة من خطب النبي. قال المقداد: يا رسول الله، وما الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع.
فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم، نظريات ومذاهب وأكاذيب، إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا اؤتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصادق، إذا رأيت المطر قيضا والولد غيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا، إذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن الكريم. منهج الله، وحي السماء إلى الأرض، حبل الله المتين. فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وشاهد مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو أوضح دليل إلى خير سبيل، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. هذه إحدى خطب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في دار هدنة، ودار الهدنة أي دار بلاء وانقطاع، وإن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود. لا أنسى كلمة قالها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: إن الليل والنهار يعملان فيك، كل واحد منا لينظر إلى صورة له وهو شاب في ريعان الشباب، وليضع هذه الصورة إلى جانب صورة حديثة جدا، الفرق واضح جدا. هذا الفرق فعل من؟ فعل الليل والنهار، مضي الزمن. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، إن لم تعمل فيهما عملا فيك وخسرت الدنيا والآخرة، فاعمل فيهما لتربح الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا تعرفوا إلى الله عز وجل من آياته الكونية وآياته التكوينية وآياته القرآنية، من الخلق ومن أفعال الله عز وجل ومن كلامه، وعملوا الصالحات. لا تصدق أن مؤمنا يستقر الإيمان في قلبه ولا يعبر عن ذاته بعمل صالح. ليس في الإسلام حالة سكونية، حالة انهزامية، حالة منعزلة. المسلم متحرك، تحرك إيجابي. في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في النفس يأبى إلا أن يعبر عن ذاته عن طريق عمل صالح يكسب به رضوان الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أحد أركان النجاة. التواصي بالحق لا من أجل نمائه، بل من أجل الحفاظ على وجوده. التواصي بالحق حق الفرد على الجماعة، وحق الجماعة على الفرد. التواصي بالحق فرض عين على كل مسلم، من أجل أن تنمو دوائر الحق، وبنموها تضيق دوائر الباطل. التواصي بالحق، ما من إنسان أصغر من أن يوصي بالحق، وما من إنسان أكبر من أن يصغي إلى الحق. ليس الذي يقبل النصيحة بأقل أجر من الذي يسديها. وتواصوا بالصبر، بعد أن يثبت الحق لا بد من الحفاظ عليه من هجمة أعداء الحق. أعداء الحق يكيدون للحق، إذن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر على الإيمان بالله وعلى طاعته وعلى الدعوة إليه وعلى كل أولئك. أيها الإخوة الكرام، هذا الزمن
الذي هو موضوع الخطبة، الخطبة له خصائص، أولى خصائصه أنه سريع الانقضاء. والدليل: ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كلام خالق الكون، 80 عاما بالصيف والشتاء والربيع والخريف، كل عام 365 يوما، وصباح ومساء وظهر وليل ونهار، كل هذا العمر. قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذن العمر الماضي يمضي كلمح البصر. ودققوا أنتم الآن، كل واحد له عمر، ليسأل نفسه كيف مضى هذا العمر كلمح البصر. يقول لك الإنسان مبارح في النظار. الخاصة الثانية أن هذا الزمن لا يعود ولا يعوض، لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والحقيقة أن الزمن، وأنا أعني ما أقول، أثمن شيء يملكه الإنسان على الإطلاق. لو أنه يملك 1,000,000,000 وجاء أجله، ماذا تنفعه هذه الدراهم؟ لكن إذا في وقت بأجله، بهذا الوقت يتعرف إلى الله، بهذا الوقت يتوب إليه، بهذا الوقت يصلي، بهذا الوقت يذكر الله. لذلك الزمن أثمن شيء يملكه الإنسان على الإطلاق، سريع الانقضاء ولا يعوض، وهو في أدق تعاريفه وعاء العمل الصالح. لا بد للعمل من وعاء، ووعاءه الزمن. الإنسان أيها الإخوة يندم أشد الندم مرتين: مرة عند انقضاء أجله، ومرة يوم القيامة. استمعوا إلى قول الله عز وجل ودققوا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يأتي الجواب الإلهي: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، والموقف الثاني: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتي الجواب الإلهي: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما هو النذير؟ النبي هو النذير، والقرآن هو النذير، وسن 40 هو الأربعين هو النذير، والشيب هو النذير، وموت الأقارب نذير، والمصائب نذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يحذر الناس أشد التحذير، كيف أن أثمن شيء تملكه هو الوقت. إن أخطر مرض تصاب به هو مرض الغفلة عن الله. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. في غفلة. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخطر مرض عند الناس الورم الخبيث، أخطر مرض. أما عند الله أخطر مرض أن يكون القلب غافلا والعين لا ترى والأذن لا تسمع، وحبك الشيء يعمي ويصم، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. المرض الثاني مرض التسويف.
بعد أن أنتهي من الامتحان أتوب إلى الله. في أول الموسم بعد نيل الشهادة، عندما أؤسس هذا المعمل، بعد الزواج، هلك المسوفون، إياك والتسويف. قال ابن عباس: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن لك غد فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: احذروا التسويف، فإن سوف من جنود إبليس، سوف من جنود إبليس. لا شك أن الحديث الشريف الصحيح اغتنم خمسا قبل خمس هو ألصق حديث بالوقت. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أيها الإخوة الكرام، زاوية أخرى من زوايا الهجرة: مضى عام هجري وأتى عام جديد. مضي عام ومجيء عام يعني مضي الوقت، يعني مضي الوقت، والوقت أخطر شيء يملكه الإنسان. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن أكثر دعاء متداول بين الناس هو دعاء بطول العمر. والسؤال الدقيق: هل يعقل أن يطول عمر الإنسان؟ مع أن القرآن الكريم يؤكد أن عمر الإنسان لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. أيها الإخوة، الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ففطرة في الإنسان أن يطول عمره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث صحيح حينما سئل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. إذن المؤمن يتمنى طول العمر بعمل صالح واستقامة تامة، لكن الذي نراه أن الموت يختطف الشاب وهو في ريعان شبابه، وقد يختطف العروس ليلة زفافها، وقد يختطف الشاب الوحيد المدلل من بين يدي والديه، وقد يختطف الغني المترف في أحضان نعمته، وقد يختطف القوي المرهوب بين خدمه وحشمه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الموت بأنه هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. ومما يؤكد هذه الحقيقة أنه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. العلم كله يقف مكتوف اليدين أمام ظاهرة الهرم. لا بد من الموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت.
الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة الكرام، العمر لا يطول ولا يقصر، لكن العمر في التعريف الإيماني هو حجم العمل الصالح الذي فعلته في الدنيا. لذلك قال الإمام السكندري ابن عطاء الله السكندري في كلام دقيق جدا، قال: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ما في عمل، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. بعض العلماء عاش أقل من 50 عاما، ترك مؤلفات لا يعلم خيرها إلا الله، وهناك أناس عاشوا فوق 100 وعمرهم تافه جدا. لذلك رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من المنن ما لا يدخل تحت دائرة العبارة ولا تلحقه ومضة الإشارة. إذن أتفه أعمال الإنسان عمره الزمني، أخطر أعماله عمره الإيماني، يعني حجم عمله الصالح في هذا الظرف الزماني الذي عاشه. فإذا دعوتم بطول العمر يعني أنكم تدعون بالعمل الصالح الذي يغني العمر. وأوضح مثال وأبسط مثل: إنسان فتح محله التجاري ساعتين باع بـ1,000,000، وإنسان فتحه شهر باع بـ100 ليرة، فما قيمة الزمن؟ لا قيمة له إطلاقا، القيمة في حجم المبيعات في هذا الزمن المحدود. أيها الإخوة الكرام، الآن حجم العمل مع إتقانه ومع الإخلاص فيه هو الذي يرفع قيمة الإنسان. حجم العمل المتقن الخالص لوجه الله عز وجل. شيء آخر مما يطيل العمر أن تتسع رقعة العمل فتشمل الأمم والشعوب. إلى أين وصل هدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى مشارف الصين، إلى مشارف باريس في أوروبا، إلى أعماق إفريقيا، إلى أعماق الشمال، إلى أذربيجان. طيب، إذن مما يزيد من قيمة العمل اتساع رقعته، ومما يزيد من قيمة العمل امتداد أمده، حتى إن الأجيال بعد الأجيال تتوارث هذه الأعمال الصالحة. مما يزيد في قيمة العمل تغلغل هذا العمل في الكيان المادي والنفسي والاجتماعي والروحي في الإنسان. ويا أيها الإخوة الكرام، حجم العمل مع إتقانه والإخلاص فيه واتساع رقعته وامتداد أمده وتغلغله في أعماق الإنسان. ومما يزيد في قيمة العمل كثرة المعوقات وعظم الصوارف عنه وقلة المعين عليه. الدنيا خضرة نضرة، كل شيء فيها يغري الإنسان بالبعد عن الله، كل أجهزة لهوها وأطباقها الفضائية ومجلاتها وقصصها وأعمالها، كل شيء يصرف عن الله. فالذي يزيد من قيمة العمل كثرة المعوقات وعظم الصوارف وقلة المعين. اشتقت لأحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. كثرة المعوقات وعظم الصوارف وقلة المعين،
هذا يرفع قيمة العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، حينما تفسد المجتمعات وتضطرب الأحوال ويتجبر الأقوياء ويترف الأغنياء ويداهن العلماء وتشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف، عندئذ عبادة في الهرج كهجرة إلي، ونحن في مناسبة عيد الهجرة. عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر متعلق بطول العمر، بإمكانك وهذا باختيارك أن تطيل عمرك إلى ما تشاء، إلى أبد الآبدين، عن طريق صدقة جارية تفعلها في حياتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذا ربيت ابنك تربية إسلامية وجعلته داعية فأنت لن تموت، يموت جسمك ويبقى ذكرك إلى أبد الآبدين. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. بإمكانك أن تطيل عمرك، بإمكانك، عن طريق ولد صالح تربيه تربية إسلامية وتجعله داعية إلى الله من بعدك، عن طريق صدقة جارية تنشئ مسجدا، ميتما، مستشفا، مستوصفا، عملا خيريا، عن طريق صدقة جارية أو علم ينتفع به أن تترك أثرا علميا ذا قيمة دينية تنفع الناس في دينهم ودنياهم. أيها الإخوة الكرام، في حديث آخر أكثر تفصيلا يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو مصحف ورثه، أو مسجد بناه، أو بيت لابن السبيل، أو نهر أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله، فهذا مما يلحق به عمله يوم القيامة. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وألخص الخطبة بكلمتين: كلمة هنيئا وكلمة ويل. هنيئا لمن نام تحت أطباق الثرى وأعماله باقية بعد موته، علم ينتفع الناس به، ولد صالح يدعو إلى الله عز وجل. والويل لمن كان تحت أطباق الثرى والناس غارقون في الفساد الذي أحدثه، وفي البدع التي أنشأها، وفي الضلالات التي ابتدعها. لذلك أخطر عمل صالح هو العمل الذي يبقى بعد موت صاحبه، وأخطر عمل سيء إنسان أسس دار له مات والمعاصي تقام فيها كل يوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلنجهد أن نطيل أعمارنا بعمل صالح يعد صدقة